سينتيز مارتر، اسم جديد يرتفع بين أجمل مراكز التسوق في مدينة اسطنبول التجارية. هو واحد من أفضل المشاريع التجارية في المدينة، والذي يقع في منطقة مارتر الاستراتيجية التابعة إدارياً لبلدية زيتون بورنو في القسم الأوروبي من مدينة اسطنبول، ويطل على الطريق الرئيسية إيبيش ومحطة زيتون بورنو للمتروبوس. يحتوي المشروع على 237 محلاً تجارياً، ويمتد على مساحة تقدر ب 24,000 متر مربع. يأتي سينتيز إلى الحياة كمشروع يتجاوز العصر بهندسته المعمارية الحديثة وميزاته الفريدة. الاستثمار الهادف ينتظركم في سينتيز، المشروع الذي يوفر لكم تجربة المحلات التجارية الفاخرة في بيئة مراكز تسوق ممتعة. مع تركواز العقارية، بيت أحلامك أصبح حقيقة.